على يمينك فريق هو الصحفيين المبدعين على ملعب الركازية أستاذ محمود السليباني. بطولة المرحوم شمتونايا بين فريقي رواد الرشيدية ورواد الكرامة. الكرة الرشيدية مجيد يا مجيد تلعب كرة قدم إرارة يدخل الأمامية جيت لمين ينون كرة وسط الملعب يا موسى تلعب يا موسى جيت يمين والحارس يا ماجد يا أرجد ختمت بطولة المرحوم الشيخ أبو حامو أحد لاعبي الفريق العودة وأحد لاعبي المنتخبات الفرق الشعبية ومثل منتخب شباب محافظة نينوى بمشاركة 16 فريقا من ممثلين الرواد محافظة نينوى. وفي الختام البطولة هناك رشح لجنة الكرامة وكذلك لجنة الرشيدية على المباراة النهائية والموافقين ونجاح الفريقين. نتمنى من كافة المسؤولين في محافظة نينوى الدعم شريحة الرواد الرياضيين والرياضيين مع كل أسف نشاهد الملاعب كلها مع كل أسف لا تصلح الملاعب لأي مباراة تقام وبرغم أن هؤلاء اللاعبين يمثلون المنتخبات محافظة نينوى وأغلب اللاعبين مثلوا المحافظة على مستوى العراق ومستوى الدولي. المباراة النهائية لبطولة المرحوم شيركو نايف. طبعا نظام البطولة كان التسقيط الفردي خروج الخاسر. شارك في هذه البطولة 16 فريق مثلهم رواد محافظة نينوى واستطاع فريق رواد لجنة الكرامة ورواد لجنة الرشيدية. صراحة هذه الملاعب ماكو اهتمام بها من قبل أي مسؤول يأتي إلى هذه المحافظة. لم يكن هناك اهتمام بالملاعب الفرق الشعبية والفرق الشعبية هي الرافد الأساسي للأندية أندية محافظة نينوى. ولهذا السبب احنا نشوف نادي الموصل لم يصل إلى المرحلة التي نتوخاها منه وهو من الفرق العريقة اللي معروفة على مستوى العراق. فالفرق الشعبية هي الرافد الأساسي والأرض الرصينة التي تنتج شباب جيدين يكونوا يمثلوا محافظة نينوى خير تمثيل. كانت هذه اليوم المباراة النهائية والحمد لله تمت بنجاح وحضر جمع غفير من الجمهور وتمت المباراة على مرأى من المشهد من الناس والحمد لله رب العالمين. والله مستوى جدا ضعيف يعني الجمهور يتمنى يشوف ملاعب أحسن من هذا لكن الحقيقة العتب على المحافظة والوزارة ليش هذا وضع الملاعب الموصل يعني شيء غير منطقي وغير مقبول أبداً.